الضغط ديال المحكمه باش انه تنطلق الدفوعات الشكليه والاوليه في الملف نصطدموا بواحد المطالب اللي هي جانبيه يعني خارجه على 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 السياق القانوني، وهي خدات واحد النقاش طويل، وهذا النقاش هو في الحقيقه هي تطول بالمحاكمه، يعني ماشي شي نقاش في العمق، يعني ماشيش بصراحه اتاسف يعني انني حضرت في حياتي المهنيه اللي عندي فيها 30 سنه محاكمات كبيره، وكنت تنوب في اطلس اسني في 94 وانا مازال شاب، ونبت من مجموعه ديال المحاكمات الحقوقيه، ما عمري اشمئزيت وتقززت مثل هذا المحاكمه، لانه المستوى تنعتبره متدني بزاف. يعني كتقول بانه السيد الرئيس عطى تنبيه مزيان، واش ممكن انه يدخل في جرائم الجلسه؟ ما اعتقد انهم نوصلوا حتى لهذه الدرجه، لانه زيان دابا ما غاديش نبقاو نهضروا عليه كشخص، ولكن يعني كدفاع تيخصو يحترم راسو، خصو الاحترام براسو هو انه يكون تيهضر بالقانون، يكون تيساعد العداله. حنا كمحامون ماشي يعني الدور ديالنا هو من اجل تحقيق العداله، ماشي من اجل العرقله ديال العداله، وهذا مع الاسف نقيب قديم خصهم يساهموا، الزملاء خصهم يساهموا في هذا الاتجاه، في الاتجاه الايجابي باش يصدر الحكم. هذيك كاين شي حاجه، شي رواسب من قبل هي اللي ادات على ما اعتقد بالاستاذ الادريسي انه يوجه ذاك الكلام اللي هو قاصح شويه ما تيتقالش. لا تنحترموا نفسنا ما يتقالش، ولكن هو قالوا ويتحمل فيه مسؤوليته. ولكن الدفوعات الشكليه ودفعات الموضوعيه اللي صارت الصباح هذا، انتم كمحامين ديال الدفاع الضحايا اعتقدوا انها دفع موضوعي؟ لانه الدفع الموضوعي والدفع الشكلي واخا سميته هو الموضوعي، هو ملي تنبداو يعني نبحثوا في الوقائع، تنبداو نبحثوا في الوقائع، هذا دار هذا ما دارش، هذه علاش تندارت ولا هذه علاش ما تندارش، نكونوا في الموضوع. اما مسائل شكليه مسائل مرتبطه بالاساس، مسائل حقوقيه، مسائل ديال الحريه ديال الاشخاص، تفتيش يعني كل المسائل اللي هي خصوصيه ديال الشخص اللي تدخل في صميم الانسانيه ديالو وتتكون تخترقت، هي اللي تنعتبروها دفوع شكليه، وهي اللي تنحافظوا عليها كاملين كما كان اي شيء ما تنشجبوا انه يوقع، يعني الهجوم على مسائل شخصيه ديال الشخص الا في اطار القانون. يعني لو كانت مسائل مسطره ماشيه قانونيه لا في البحث ولا في اي شيء وكانت قانونيه فما عندهم، وهذا انا تنعتقد بانه هما اطلعوا على الملف وطلعوا على المسائل الشكليه ديالو، ولكن تنظن انه مضبوطه. بالنسبه للانسحاب ديال بعض الضحايا والمصرحات والتراجع الاقوالي واش غادي اثر على الملف؟ مازال ما شفنا حتى شي انسحاب، مازال لحد الساعه ما شفنا حتى شي انسحاب. كاين هذيك امل الهواري فضلت انها ما تجيش، ما قالتش انها تتنازل على شكايتها، فضلت انها ما تجيش. كاين فرق ما بين اللي تيقول لك انا تنتنازل وما بين اللي تيقول لك انا هذا الشيء ما قلتوش وانا هذا الشيء ما كاينش، وانا كاين فرق. والمساله اللي هذيك جات الدفاع ديالها تيقول لك هي انسحبت ما تجيش امام المحكمه باش ما تواجهش بهذا، هذا هو اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.